امرأة طافت حول الكعبة، وأثناء الطواف قطعت خيطا من ستار الكعبة للتبرك به، ووضعته في مصحف وتريد أن تذهب به إلى بلادها، ما حكم ذلك؟ هذا جهل، هذا جهل، ولا يجوز أخذ شيء من كسوة الكعبة ولا يتبرك به، تبرك به هذا من الجهل، فهذا خطأ، ولا تعد لمثل هذا الشيء، لا تعد لمثل هذا الشيء، ولا تتبرك بهذه القطعة، وهي قد أخطأت في قطع شيء من كسوة الكعبة.